تثبيت الاستفادة. راه عندكم قانون جديد اللي يسمح عن طريق الكونفورميتي مطابقة الأراضي الاستصلاح باش نسلموا لكم الأوراق تاعكم. عندكم الآبار، عندكم الكهرباء، تخصكم المسالك الفلاحية، وهلوا هيا نعملوا. راني نشوف بوادر خير في ولاية تمسيلة في الفلاحة وفي إنتاج الحبوب وفي إنتاج الحبوب كذلك وفي والخبانة. راهي قطب فلاحي بامتياز، ومازال خاطر راك تشوف 400 استغلينا 130 مازال في العمل. ماذا بينا هذه 400 نرجلوا الكوارتك نرجعها لنا مزرعه نموذجيه. ما معنى مزرعه نموذجيه؟ تربيه الابقار، تربيه الاغنام، هو ذاك، والقمح، الخرطان، الفصه والجزر. هذا هو اللي هذه هي لازم مخطط لهذا المزرعه باش تكون مزرعه نموذجيه تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهوريه اللي يقول لك نوعوا وديروا مزارع نموذجيه. سيد الوالي، هذا هو. احنا نشكركم شكر فوق كل الشكر، وراكم فوق كل شيء. انا راني فرحان انا ولادي والحاضرين بوجودك معنا. عطيتونا الكهرباء، عطيتونا الرخص، واقفين معنا. درك اللي راه خاصتنا الفراجات ما كفاوناش، عطيتوني ثلاثة الأول هذه ما كفاتناش، هذه نحتاجوا رخص أخرين ونحتاجوا دعمنا بعد. بسام جمع خطر مهنية بكرها الحملة لكتب إن شاء الله تشوفوا معناها يعاوننا، يعاوننا أكثر من زوج فراجات. طازج، حلة جديدة وذوق أروع. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتيب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.